نلتقي في هذا اليوم ونجتمع جميعا وتنادينا جميعا أحرارا وحرائر وأبناء الوطن الغيور في هذا المؤتمر والذي يتضمن أو هو ضد ما يحاك ويطبخ في دولة تونس من مؤامرات ومن ترتيبات هي ضد مصلحة الوطن والمواطن وكل الشخصيات التي تتواجد غادي، بل جلها لا تمثلنا ولم يتم اختيارها منا نحن كأحرار وحرائر، بل تم انتقاؤها حسب الرغبات وحسب المكاسب والمطالب. حقيقة نحن رفضا تاما نرفض ما يحاك في دولة تونس وما يحاك في دهاليز هذه المجالس الحوارية التي ظاهرها الوطنية وظاهرها مصلحة ليبيا، وهي تبطن غير ذلك، ألا وهي دمار ليبيا، ألا وهي تشتيت شمل الليبيين والمؤامرات وضد مصلحة الوطن.